وللحديث عن أوضاع النازحين في العراق في ظل قرارات متضاربة من الحكومة زادت من معاناتهم، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، بارك الله بكم، رمضان أهلا وسهلا كريم. فيك، حياكم الله. بحسب صحيفة ذا ناشونال، لا تزال معاناة النازحين مستمرة حتى اليوم، وذلك بسبب الفساد والإهمال الحكومي والقرارات المتضاربة بشأنهم. هل من المعقول أن تستمر معاناة آلاف النازحين لهذه السنوات الطويلة؟ الحقيقة أعداد النازحين تفوق المئات الآلاف، وآخر نكبات النازحين هي حكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي حتى الآن، يعني سواء على لسان رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين بهذا الشأن، لم يذكروا كلمة النازحين يعني منذ توليهم هذه الحكومة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأن الحكومة متواطئة، لأنه الآن يعني الآن أنا حين أحدثك الآن يتم ترحيل وإجبار أكثر من 50 قرية على النزوح في مناطق طريق حمرين. يعني كل الآن حين يسمع عن جبال حمرين يتصور أنها كهوف ووديان وواد غير ذي زرعي. هذه مناطق وقرى ويعني بيوت ومزارع على جانبي سلسلة جبال حمرين. أكثر من 50 قرية الآن يتم ترحيلهم، ليس جرف الصخر والعوجة ويثرب والعويسات والبلدات هي البلدات الوحيدة التي تحتلها الميليشيات. نعم، مناطق أخرى كثيرة ما زال أهلها مشردون داخل وطنهم بقرار ميليشياوي، بل وبعضها استوطن يعني بها من قبل تلك الميليشيات، ومنها ذراع دجلة. ذراع دجلة الآن يسيطرون على أحواض السمك وأماكن صيد السمك. نعم، واستولوا حتى على الزوارق والبيوت والمزارع التي تعود، هذا منذ 5 سنوات. الكارثة في العراق الآن أن الحكومة متواطئة بكل معنى الكلمة في هذا المجال. ومن صور ذلك التواطؤ ربما أستاذ علي هو القرارات المتضاربة، وأن هذا إعادة النازحين قسرا إلى مدنهم يعد قرارا سياسيا كما يقول المراقبون، وليس قرار تنظيمي لحل هذه المشكلة. يا سيدي، من يستطيع العودة الآن يعني إلى بيوت مهدمة، إلى منظومة أمنية يعني فاسدة، إلى انهيار منظومة القضاء في هذه المدن والمناطق؟ من يستطيع؟ ثم هذه التعويضات التي هناك دول أوروبية تبرعت بمئات الملايين، آخرها كندا تبرعت بحدود 200 مليون دولار تبرعت لإعادة المدن. كل التبرعات التي تأتي لإعادة المدن التي تم تخريبها أو تم بسبب الحرب مع داعش، يفترض أن تستخدم هذه الأموال وتسلم إلى ذوي يستطيع الناس أن يعودوا إلى مناطقهم. لكن كيف يعود الناس إلى مناطقهم؟ عملية يعني هذه العمليات مال إجبار ناس بسبب يعني أسباب يعني ما معروفة لحد الآن، لأنه كما قلت أسباب متضاربة. من هنا يجبرون الناس على العودة إلى مناطق مهدمة. يعني أستاذ علي، مسألة العودة إلى المناطق التي نزحوا منها أو هجروا منها قد تكون مقبولة إذا قامت الحكومة بتهيئة الظروف وإعادة إعمار تلك المناطق المدمرة، لكن الحكومة لم تبني تلك المناطق المدمرة وتجبر النازحين للعودة إلى المناطق وإلى المدن المدمرة. كيف نفهم ذلك؟ يعني كيف سيعود الناس إلى لا شيء، إلى دمار؟ أين سيقطنون؟ كيف سيتعاملون؟ نعم، نحن لا نتحدث عن البناء، لا نتحدث، نحن نتحدث فقط يعني عن الخدمات اللي يحتاجها الإنسان، واللي هي أبسطها الماء الصالح للشرب والكهرباء. نعم، هذه الخدمات مفقودة في هذه المناطق. هذا العمل ما يجري الآن من تخبط وتناقضات، من هنا يجبرون الناس على عودة إلى مدن وبيوت مدمرة، ومن جانب آخر يهجرون الناس من بيوت ومناطق عامرة. يعني مثلا عندك ناحية المخيم بزيبز اللي لم يتحدث عنه أي مسؤول،
يعني مخيم بزيبز لم يتحدث عنه أي مسؤول، هو يضم نازحين يعني لا يبعدون عن مناطقهم أكثر من 3 أو 4 كيلومترات. يعني الناس يشاهدون بيوتهم ويشاهدونها مستوطنة بها الميليشيات ومستولية عليها. هذا الأمر يعني لا يصلح بأيدي أي حكومة عراقية، وللأسف وأنا يعني أقول أن حكومة الكاظمي كانت هي الحكومة الأسوأ اللي بزمنها توحشت الميليشيات وبدأت تستولي على بيوت ومعامل ومصانع ومزارع النازحين. نعم، ما أثار إغلاق المخيمات على النازحين؟ يعني الحكومة مستمرة في هذا الإجراء، وبالتالي سنكون أمام آثار كارثية. يعني لا هي تساعدهم في إعادة إعمار مناطقهم وتهيئة الظروف للعيش الكريم هناك من خلال توفير الخدمات الأساسية، ولا هي تسمح لهم بالبقاء في مخيماتهم، وفي نفس الوقت الأموال التي تصل من أوروبا ومن الدول المانحة للإعمار وغيرها لا تصل لتلك الآلاف المؤلفة. ماذا بعد؟ هذا هو اللي هناك عملية يعني محاولات لإغلاق المخيمات من أجل دعاية إعلامية أو دعاية انتخابية. انتهينا من هذه المشكلة يعني. هذه مشكلة كارثية الآن، العالم في حيرة يعني الآن، وأنا أتواصل مع النازحين في المخيمات كلهم يقولون من يعني لا نريد البقاء بالمخيمات، لكن بنفس الوقت لا نريد نعود إلى مدن مهدمة وخطرة ويعني الأمن بها منهار وهناك عمليات اعتقال وغارات ومداهمات تقوم بها الميليشيات. نعم، هذه كارثة الآن. هذا يدل يذكرنا بالتناقضات اللي صارت في معركة الموصل حين بدأ العبادي يقول لهم ابقوا في بيوتكم، وفي نفس الوقت كان القصف عليهم والدمار والقتل. إذن هناك خطة وعملية لتدمير هؤلاء الناس وتمزيق هذه المناطق وتمزيق النسيج الاجتماعي من أجل التغيير الديموغرافي. نعم، طيب هل نتوقع أن يكون هناك حلا ما لهذه المخيمات ولهؤلاء النازحين، أم أن معاناتهم ستستمر ويبدو أنها جزء من البازار السياسي والانتخابي المتواصل في العراق وجزء من الخلافات والصفقات بين الأحزاب والميليشيات والحكومة من ناحية أخرى؟ يعني يبدو أن هذه القضية تستغل أسوأ استغلال ويضحى بمعاناة مئات ألاف النازحين من أجل الاستفادة. لا توجد جهة عراقية محايدة أو يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ أو لمعالجة مشكلة هؤلاء. المطلوب لجنة دولية محايدة تعيد النظر وتحقق في هذا الأمر. أما الحكومة العراقية والمسميات الأخرى اللي تابعة لها، سواء من يدعي تمثيل بالبرلمان، تمثيل هؤلاء الناس في المناطق، هؤلاء الناس في البرلمان وغيرها، الآن ثبت أنه كلها فاشلة وتخضع لمحاصصات ومواقف وتصريحات الغرض منها الاستفادة في مجال السياسة أو في مجال الحكومة. نعم، على منافع شخصية. نعم، أما منفعة هؤلاء فلا تأتي إلا من لجنة دولية محايدة يجب أن تتدخل. نعم، شكراً. شكرا لك الأستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني، كنت معنا عبر سكايب من برلين.